نستعد لمباراة الميدالية الذهبية للقوس المركب فردي الرجال. يتفضل الحكم وكلا اللاعبين والمدربين بدخول الملعب على الهدف رقم 1. لاعب منتخب مصر اللاعب احمد فخري. وعلى الهدف رقم 2 لاعب منتخب العراق اللاعب اسحاق الدغمان. ويحكم هذه المباراة الحكم محمد فيصل شير من الكويت. عشرة عشرة ثمانية عشرة ثمانية تسعة عشرة 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 تسعة تشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم اللاعب أحمد فخري بنتيجة 58-56. عشرة ثمانية عشرة تسعة عشرة تسعة ثمانية
10. عشرة. عشرة. ثمانية. المجموعة الأخيرة. تسعة. عشرة. تسعة. تسعة. عشرة. تسعة. تشير النتيجة المبدئية إلى فوز اللاعب أحمد فخري من مصر بالميدالية الذهبية، وفي انتظار تأكيد الحكم. وبالفعل يفوز اللاعب أحمد فخري بالميدالية الذهبية لفردي رجال القوس المركب. مبروك للاعب ومبروك لمصر، ويفوز اللاعب إسحاق الدغمان بالميدالية الفضية والمركز الثاني. القوس المركب فردي رجال الميدالية البرونزية ومرتبة رابعة، الرمي أشرف محمد من مصر، الرمي عبد الله مال الله من المرتبة الثالثة، عبد الله مال الله من الكويت، بتاع المرتبة الثانية إسحاق الدغمان من العراق، المرتبة الأولى وميدالية ذهبية أحمد فخري من جمهورية مصر العربية. يتفضل الأستاذ طارق الفخفاخ نائب رئيس الجامعة التونسية للرماية، والأستاذ وليد الدلاك رئيس الوفد السعودي بتتويج الفائزين. المرتبة الرابعة الرمي أشرف محمد اختصاص القوس المركب فردي رجال من جمهورية مصر العربية، المرتبة الثالثة عبد الله مال الله من الكويت، والميدالية البرونزية المرتبة الثانية وميدالية فضية للرمي إسحاق الدغمان من العراق. المرتبة الأولى وميدالية ذهبية للرامي أحمد فخري من جمهورية مصر العربية، ونذكر أن الرامي أحمد فخري من جمهورية مصر العربية تحصل على جائزة من الشركة الراعية عرب أرشري يستلمها بعد حين. Si seulement tu savais, des larmes j'en ai versé. Je suis un étranger, faut deux fois plus prouver. Maman n'est même pas couvée, j'aurais pu me sauver. Sans ça s'éprouver, l'impression d'étouffer. Je viens d'ailleurs, j'avance sur terrain. Je ne cesse de commettre les mêmes sérums. Pourquoi ma musique والآن إلى النشيد الرسمي لجمهورية مصر العربية.